حياكم الله وحلى مرة من غالية لصناعة الأبواب، ويعتبر أرخص مصنع لصناعة أبواب اليو بي بي سي، وهي أبواب مميزة وقوية ومتينة جدا، عازلة للصوت والحرارة والأوساخ، تصنع عن طريق الضغط الحراري بدون أي مسمار أو أي برغي. وأيضا عندهم أبواب الألمنيوم، وباب الألمنيوم يبدأ ب500 درهم للباب الواحد. عندهم متخصصين في صناعة ورسم الزجاج، وهذا مثال لأبواب اليو بي في سي العازلة للغبار والصوت والحرارة، ويبدأ المتر 550 درهم لباب اليو بي في سي. يعني هذا الباب اللي أمامنا مترين تقريبا، وتقدر تختار الديزاين والشكل اللي يناسبك لأبواب اليو بي في سي. بعد عندهم أبواب للخزائن والمطابخ، والخزانة سعر المتر على 400 درهم، وحتى الزجاج للحمامات بعد موجود عندهم في مصنع.